أسبرين. إعداد وتقديم هادي أحمد. موسيقى خالد قطرميز. إنتاج راديو أورينت 2016. مرحبا مستمعينا، في انتظار سايكس بيكو جديد أو بحلته الجديدة، أمريكا ستتمرد عاجلا. خلونا نسمع سؤالة الصحف لها اليوم. بمقالنا الأول، مقال الكاتب خير الله بصحيفة العرب اللندنية بعنوان في انتظار سايكس بيكو بحلته الجديدة. طبعا كثيرة هي المقالات التي تحدثت عن سايكس بيكو الجديد، لم يسمع لهذه المقالات ولم تناقش أيضا ولم يرى ما بين السطور، وفعلا أو لم تصدق هذه الحادثة فعلا فيما إذا كان هناك سايكس بيكو جديد أم لا. البعض يقول بأن روسيا الآن تحاول أن تثبت كل من أقدامها وأيديها وأرجلها وكل شيء في سوريا في محاولة لأن تحفظ حصصها. بيقول الكاتب، مرت في العام 2016 100 سنة على اتفاق سايكس بيكو الذي وزع المنطقة الشرق أوسطية بين بريطانيا وفرنسا. هو توزيع كان مفترضا أن تكون روسيا شريكا ثالثا فيه، يعني شكل روسيا هلا جاي على سوريا مشان تقعد وتصير الشريك الثالث، لولا انه الثورة البلشفية بعام 1917 خلت البلشفية اللي خلت روسيا تنكفئ على الداخل او تنكفئ على نفسها وتترك ايضا الشرق الاوسط للبريطانيين والفرنسيين، اللي طبعا اعتقدوا انه في استطاعتهم تحويل الشرق الاوسط لمنطقة نفوذ لهم، متجاهلين بداية صعود القوى الأمريكية التي ما لبثت طبعا أن وضعت حدا لطموحاتهم بعام 1965. بيقول الكاتب، كان ذلك عندما أوقفت أمريكا في عهد دوايت آيزنهاور حرب السويس، فوفرت انتصارا معنويا لجمال عبد الناصر الذي لم يدرك في أي وقت معنى الاعتراف بموازين القوى القائمة في العالم من جهة، ومعنى التغييرات التي طرأت على هذا العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. استغل ناصر هذا الانتصار الوهمي لمصر كي يغير الخارطة السياسية للشرق الأوسط والتوازنات فيه لمصلحة أنظمة عسكرية تحولت مع الوقت إلى دكتاتوريات قضت على المجتمعات الحية في عدد لا بأس به من البلدان العربية بما في ذلك مصر نفسها ودولة أخرى لم تكن ولدت بعد، مثل اليمن الجنوبي الذي صار لاحقا بعد الاستقلال في عام 1967 يحمل اسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. طبعا هل راح تستعيد روسيا بعام 2017 الدور اللي فاته بعام 1917 بالمشاركة الفاعلة في إعادة تشكيل الشرق الأوسط؟ هذا السؤال يطرح نفسه بحدة قبل أيام من مؤتمر أستانا عاصمة كازاخستان التي طبعا ستستضيف في 23 من الشهر الجاري المعنيين بالأزمة السورية. ستكون بين الحضور إلى جانب روسيا طبعا تركيا إيران الولايات المتحدة. صحيح أن المشاركة الأمريكية بمؤتمر أستانا اللي هو طبعا قبل كل شيء هو عبارة عن فكرة روسية، ولكن فكرة روسية ليست مضمونة ولا معروفة الأبعاد. طبعا الصحيح أيضا أن هناك حل سياسي في سوريا إذا كان هناك من حل كما يقول البعض، سينتظر مؤتمرات تعقد عقب المؤتمرات. هناك الآن خطة روسية يعني ربما نسميها بالخبيثة جدا. هناك خطة روسية بفصل المعارضة السياسية عن العسكرية، معارضة سياسية هي التي رفضتها روسيا أن تأتي إلى ستانا وحاولت التحاور فقط مع المعارضة العسكرية أو الجناح العسكري للمعارضة السورية أو الجناح الثوري، في حين أن المعارضة السياسية تحاول جنيف استقطابها أكثر. هذا سيكرس عودة روسيا إلى الشرق الأوسط عبر البوابة السورية في ظل حضور أمريكي طبعا مضمون، يعني موافقة. بعد 100 عام الآن على سايكس بيكو هناك عملية إعادة، ليست إعادة سايكس بيكو فقط، هناك عملية إعادة تصحيح لما كان من المقرر عليه أن يكون سايكس بيكو لدى الدول الكبرى، هناك عملية إعادة تقييم. لكن هل الشرق الأوسط الذي عرفناه سابقا كما هو الشرق الأوسط اليوم، هل الشرق الأوسط الآن مناسب وبيئة ضامنة وبيئة خصبة للانقسامات
وقابل أن يقسم في أي لحظة كما كان من قبل؟ هل هو قابل اليوم لأن يتقسم مرة أخرى؟ هل ستكون هناك عودة قوية لروسيا بموافقة أمريكية هذه المرة أيضا؟ طبعا في حال تمت الصفقة، فلاديمير بوتين وإدارة دونالد ترامب التي طبعا ليس ما يشير أقل إلى الآن أنها تريد بقاء روسيا خارج الشرق الأوسط، خروج خصوصا خارج الساحل السوري. بيقول الكاتب: نجحت موسكو عندما كان هناك الاتحاد السوفيتي حيا يرزق في العودة إلى الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد سايكس بيكو. كان الاتحاد السوفيتي في مصر وسوريا والعراق، كان في ليبيا، كان خروجه من مصر في العام 1972 عندما طرد أنور السادات الخبراء الروس مؤشرا إلى بدء مرحلة الانحدار السوفيتي في الشرق الأوسط. كان الاتحاد السوفيتي أيضا موطئ قدما في شبه الجزيرة العربية، كان اليمن الجنوبي أقرب إلى جرم يدور في الفلك السوفيتي أيضا. طبعا بقي الوضع على هذا المنوال حتى مرحلة متقدمة من عمر جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي انتهت في العام 1990 عندما قامت الوحدة اليمنية. ما كان للوحدة أن تقوم لولا انهيار دولة الجنوب نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي. ظهرت بوادر انهيار الاتحاد أول ما ظهرت في مثل هذه الأيام بعام 1986 عندما فشلت موسكو في منع الاقتتال الداخلي بين أجنحة السلطة في عدن من جهة، وعجزها عن إخلاء مواطنيها في الجنوب اليمني من دون مساعدة الدول الغربية من جهة أخرى. طبعا الآن تمثل عودة روسيا إلى الشرق الأوسط من خلال ربما ليس الدور السياسي لكن من خلال الدور العسكري في سوريا، هو إحياء لسايكس بيكو لكن بحلة جديدة. لا تزال عملية الإحياء طويلة أو في بدايتها، لابد من انتظار ما ستستقر عليه الأمور في سوريا وفي العراق وحتى لبنان لمعرفة من ستكون القوى المهيمنة على المنطقة. ربما لا يكون هناك سايكس بيكو جغرافي لكن سيكون هناك سايكس بيكو سياسي، سايكس بيكو في الهيمنة. إذا كانت روسيا تهيمن على مصر وسوريا وأيضا العراق، فالآن لمن ستكون الهيمنة على هاتان أو هؤلاء البلدان الثلاثة؟ هل سيكون هناك دور لروسيا في الشرق الأوسط؟ لكن ماذا عن الدور الإيراني في سوريا والعراق مستقبلا؟ حتى لبنان ماذا عن الدور التركي؟ ما هو موقع تركيا من دول المنطقة في ظل الحلف الجديد القائم بين موسكو وأنقرة، وفي ظل الطموحات الكردية أيضا اللي الآن لا تلقى أذان صاغية إلا في واشنطن؟ طبعا بيقول كاتب: يظل السؤال الأهم مرتبطا بالدور الإسرائيلي خاصة في سوريا. ما كشفته الأيام الأخيرة لمن كان لا يزال يستخف بالتعاون القائم بين روسيا وإسرائيل أن الحلف بين روسيا وإسرائيل أعمق بكثير مما يعتقد، في استطاعة إسرائيل أن تضرب في الداخل السوري متى تشاء وحيث تشاء انطلاقا من التفاهم الذي توصل إليه فلاديمير بوتين وبنيامين نتنياهو. من يحتاج إلى دليل على ذلك يستطيع العودة إلى الضربة التي وجهتها إسرائيل إلى المطار العسكري في منطقة المزة التي هي من ضواحي دمشق طبعا أكثر من مرة. طبعا ستكون السنة عام 2016 في غاية الأهمية نظرا لأنها ستحدد الأسس التي سيقوم عليها سايكس بيكو بنسخته الثانية التي نسخة ويندوز لأنه معدلة على أساس تتميز بالعودة طبعا الروسية إلى الشرق الأوسط. لا شك أنه هذه العودة ستظل مرتبطة بما تريده إدارة ترامب، كذلك ستكون مرتبطة أيضا بمستقبل الوجود الإيراني في سوريا والعراق ولبنان، إضافة بالطبع إلى ما تريده إسرائيل في سوريا. يعني من شريك خائب بعام 1956 في العدوان على مصر إلى منتصر في حرب 67 إلى مصر على احتلال الضفة الغربية بمعظمها بما في ذلك القدس الشرقية، صارت إسرائيل التي سبق لها أن وقعت معاهدة سلام بين بلدين عربييهما مصر والأردن لاعبا أساسيا في سوريا. ستقرر إسرائيل من سيكون على حدودها مع سوريا والترتيبات التي تريدها في تلك المنطقة. طبعا السنة الجديدة عام 2017 لن تكون أو تكشف كيف ستكون العودة الروسية إلى الشرق الأوسط فحسب، ولكنها أيضا ستكشف كيف سيكون الدور الإسرائيلي في سوريا وفي ظل التفاهمات الروسية الإسرائيلية والتنسيق الكامل بين بوتين ونتنياهو حاليا. المعادلة الآن مختلفة، هناك نسخة جديدة كما قلنا من سايكس بيكو، الأدوار فيها مختلفة والجميع يتسابق، لكن أي دور لإيران سيكون؟ هل ستكتفي إيران
التي لم تستطع تفادي الانهيار الشامل والكامل لنظام الأسد لولا اللجوء إلى موسكو بأن تكون لاعبا ثانويا في هذا البلد متكلة على حزب الله والميليشيات المذهبية الأخرى التي استحضرتها إلى سوريا، أم سيكون عليها مواجهة دورها بشكل جذري والتمسك بالورقة العراقية من منطلق مذهبي بحت، والقول للعالم إذا لم نكن نحن في سوريا فلن تكونوا في العراق. فاصل ونعود. طبعا بمقالنا الثاني، هو مقال بصحيفة العرب الجديد، مقال الكاتب صقر أبو فخر بعنوان الإسلام السياسي والاستبداد، مقال مكمل لمقال الكاتب خير الله خير الله فيما يخص التقسيم، لكن هنا من وجهة نظر أخرى، التقسيم على أساس الهويات والأقليات الإثنية والدينية في بلادنا العربية. طبعا بيقول الكاتب ينصرف الذهن عند الكلام على الهوية إلى الأقليات الإثنية والدينية في بلادنا العربية كالأكراد والأرمن والشركس والأمازيغ، علاوة على ذلك الطوائف الأقلية، هناك علويين، هناك إسماعيليين ودروز، ثم مسيحيين والشيعة أحيانا. الحقيقة معظم أبناء هذه الأقليات ينتمون إلى العرب لغة وثقافة وأصولا. المسيحيون والشيعة والعلويون والدروز والإسماعيليون هم من أصول عربية واضحة تماما، خلافا للسنة وهم ليسوا أقلية في أي حال، الذي ينتمي جزء كبير منهم إلى أقوام غير عربية كالتركمان والأكراد والأرناؤوط والشركس والشيشان والداغستان والأفارقة والنوبيين والعجم والأفغان والبربر وغير ذلك. لعل من البديهي القول أن الفكرة القومية العربية الرومانسي والفكر الشيوعي السوفيتي عجزا عن اكتشاف عمق الظاهرة الدينية والإثنية في المجتمعات العربية. الفكر الآن القومي العربي رأى أن مشكلات المجتمع العربي سببها الاستعمارية والتجزئة، فإذا تحرر العرب من الاستعمار وتمكنوا من تأسيس دولة واحدة مقتدرة فإن جميع مشكلات المجتمع أو المجتمع ستحل تلقائيا. يعني هذه كذبة دائما ما عبوا رؤوسنا بها، بأن الاحتلال هو سبب تخلفنا. الفكر الشيوعي الكلاسيكي الآن المستفيض كان يرى بدوره أنه أو يرى أنه جميع مشكلات المجتمع بل أي مجتمع تكمن في التفاوت الطبقي، في سلطة البرجوازية وتسلطها على البروليتاريا أو الطبقة المعدومة نوعا ما. أو ويقول طبعا أو الفكر الشيوعي الكلاسيكي عندما يقول بأنه إذا اندحرت البرجوازية عن رأس هرم الدولة ويتولى حفار قبرها أي الطبقة العاملة إدارة المجتمع سياسيا واقتصاديا، تختفي جميع المشكلات ذات الطابع القومي والديني. وفي كل التصورين طبعا كثير من الغباء نقول وكثير من الخيال. الانحسار القومي، فيما إذا تطرقنا للقوميات أو الانحسار القومي العربي ذي الطابع العلماني أو الفكر الشيوعي ذي السمة المساواتية مع صعود جماعات الإسلام السياسي بوجهيه طبعا السلفي والأصولي، والذي تحول كثير من شظاياه إلى مجموعات مقاتلة اتخذت الإرهاب وسيلة من وسائلها للتعبير وللسيطرة وإيصال الفكرة، تزامنا أيضا مع ارتفاع شأن الجمعيات الدينية في السياسة العامة وازدياد دور التدين في الحياة اليومية. حين ذاك بدأ التشقق يصيب حتى أبناء الأقليات الذين كانوا عنصرا تكوينيا في الأحزاب العلمانية اليسارية والقومية، فبعضهم رأى أن الإسلام يقدم له أو يقدم لهم بصفة كونه نطاقا فوق قومي خيارا للعيش مواطنين متساوين مع بقية مسلمي بلادهم من دون فقدان هويتهم القومية، فمالوا مثل كثيرين غيرهم إلى التدين وإلى الانطواء في المجموعات الدينية ذات الخلفية القومية. طبعا رأى بعضهم الانفصال عن العرب سيؤمن لهم إمكان العيش في نطاق جغرافي متماثل الجذور فيحفظ لهم هويتهم القومية. إذن نحن لسنا في اتجاه كما يقال الإسلام أو إسلام المساواة، نحن باتجاه القومية أكثر، أو نرسخ الإسلام باتجاه القومية. يعني كمن يقول بأنه نريد أن نقطن في منطقة نحافظ على قوميتنا ويكون الإسلام لا، أو نجعل الإسلام طريقا للحفاظ على هذه القومية ضمن جغرافيا معينة، يعني هذا الإسلام السياسي. هنا طبعا في الميدان لا نجازف إن قلنا بأن جميع الحركات السياسية التي الآن تتسرب أو تسرب
أفكار ذات طابع ديني لا يمكنها تقديم حلول لمشكلة الأقليات في البلدان العربية، بل إنها أعقت مرارا الديمقراطية في بلدانها، وها هي تعيق اليوم مجددا تأسيس نظام ديمقراطي حديث، لأنها لا بدلا من أن تقدم حلا عصريا للمواطنين قائما على المساواة والعدالة والحرية والمواطنة المتساوية، تعرض عليهم حلولا تقسم المجتمع إلى أثنيات وقوميات وإلى مؤمنين وأهل ذمة وغير أهل ذمة على سبيل المثال. وطبعا في خضم التحولات الدموية الآن التي تعصف بالمنطقة العربية ولا سيما في المشرق العربي، أي في سوريا والعراق بالتحديد، على وعلى اليمن التي استبشر بها كثيرون في البداية وتطلعوا معها إلى عصر جديد من الديمقراطية والحريات والنهوض والتقدم، فأن الأقليات القومية والإثنية والطائفية تبدو حيرة كالدائخ وشديد الاضطراب وغير قادرة على تحديد موقعها وموقفها من تلك التحولات بوضوح وجلاء. السبب أنها تخشى من صعود الجماعات الإسلامية المتطرفة أو حتى ما دونها تطرفا. هناك خشية من الجدية، لأنه تلك الجماعات تعرض الأقليات للتذويب، لا احترام لهوياتها القومية أو الدينية أو المذهبية. الإسلام السياسي الجديد مثل الاستبداد القومي القديم، لا يعترف بالهويات والخصوصيات حتى ولو صارت هويات لجماعات متحفية كما تسمى أو هويات مبروزة، يعني مثل الصابئة والشبك والككائيين والبهائية والأحمدية، هناك بل يتعالون عليها يعني. لكن هنا يجب أن نفرق بين هل نحن نريد أن نكون دولة إسلامية بطابع إسلامي بحت، أم دولة إسلام سياسي، أم دولة ديمقراطية تحفظ للجميع العدالة الاجتماعية من دون النظر إلى الدين. الدين هوية، يكون هوية الأشخاص ويكون هوية في المحاكم الشرعية الخاصة بالجماعات الدينية وأصحاب الدين الواحد، لكن عندما يتعلق الأمر بالبلد أو الوطن فسيكون متعدد ويجب أن يحترم هذا الشيء. طبعا بيقول الكاتب هنا يمكن أن يحدث وربما حدث بالفعل في سوريا التي تعد البلد العربي الأكثر تنوعا وتعدادا، فيها 23 طائفة دينية أكثر من طوائف لبنان بخمس طوائف، فضلا عن خمس قوميات ذات عصبيات جمعية أو شائجية كالأرمن والأكراد والتركمان والشركس والسريان، علاوة على بقايا الكلدان والأشوريين والأيزيديين. قصار القول أنه الأقليات الإثنية والقومية والدينية في بلادنا هي جزء من مكون أساسات هذه البلاد ولها فيها من الميراث التاريخي لما لغيرها بلا زيادة أو نقصان. الدولة الديمقراطية والعلمانية وحدها القادرة على تجسيد فكرة المواطنة المتساوية واحترام الحق في المحافظة على الهويات القومية والإثنية في سياق نظام سياسي واحد يكفل حرية التعبير وحرية الاعتقاد وحرية اختيار نمط العيش وطلاق العبادة بما لا يتعارض مع المنظومة العقدية الواحدة، أي العقد الاجتماعي أو بسموه التجديد المنتظر الآن. لكن ماذا عن هذه الفكرة؟ ما هو التجديد المنتظر؟ هل هو تجديد الدولة، تجديد الإسلام السياسي، هل هو تجديد الديمقراطية العلمانية؟ يعني هناك كما قلنا الديمقراطية أو الدولة الديمقراطية والعلمانية هي وحدها القادرة على احترام وتجسيد فكرة المواطنة المتساوية واحترام الحق في المحافظة على الهويات الإقليمية وعفوا القومية أو الإثنية. فاصل ونعود. طبعا بمقالنا الثالث هو مقال طبعا كنا منتظرينه ربما، هو مقال للكاتب جميل مطهر بصحيفة العربي الجديد، مقال بعنوان أمريكا ستتمرد عاجلا أم آجلا أو عاجلا ثم آجلا، يعني وكأنه متأكد. بيقول الكاتب أكاذيب وأنباء مزيفة أو مختلفة ومفردات أيضا سوقية وتباهن بعائلة بالغة الثراء وتنفيه طبعا نخبة أمريكا الثقافية وأيضا تحريض على السود وتهديد أيضا للمسلمين والمهاجرين واللاجئين وتقزيم زعماء الولايات المتحدة والوعد بهدم مؤسسات عمر بعضها
من عمر أو عمر بعضها من عمر الدولة، وتغيير أنماط حياة وإعادة تعريف السياسة وتسفيه الديمقراطية والتنكر جهرا وعلانية للقيم الحقوقية، يعني وكأنه هدام. طبعا من المعروف دائما بأن السلوك المستقر سواء على صعيد الحكم أو على الصعيد البشري أو على الصعيد المجتمعي دائما ما يكون أفضل وأسلس طريق للتطور نوعا ما، السلوك المستقر. لكن هذا السلوك يجب تجديده أو دعمه لكي يناسب كل مرحلة وكل مكان أيضا. لكن الحالة غريبة شوي مع دونالد ترامب، يعني غرائب هذه الحملة اللي تخللتها تشير إلى أن الدول الكبرى أو الكثير من الدول المتوسطة والصغرى طبعا صار بعضها يتعامل مع بعض باستخباراتها وليس بسياستها أو بسياسيها ودبلوماسيها، وأنها في أحسن الأحوال تدفع إلى السياسيين والدبلوماسيين بفتات العلاقات تشغلهم بها وتبعدهم عن الاهتمام بقضاياها الحيوية أو المهمة. تشير أيضا إلى أن أحقاد الدول لا تموت سريعا، وإلى أن بعض أفراد وربما جماعات النخب السياسية لا تنام الليل إلا بعد أن تكون أرست قواعد اشتباك جديدة، ولا تغير نظام حكم إلا وفي جعبتها مشروع حرب مع عدو خارجي. الله يستر من اللي جاي. أبصر دونالد ترامب على ميم راح يشن الحرب هاي المرة. الآن هناك بعض التدخلات الاستخباراتية ستمر مرور الكرام، أو أن الصحفيين لن يتوقفوا عنده طويلا إذا تحسنت علاقة الرئيس الجديد بهم وبالصحافة عموما. الخشية الكبرى ستكون عندما تخرج التسريبات عن طبيعة العلاقة بين المستر ترامب رجل الصفقات النسائية والعقارية والشهير وبين أجهزة الاستخبارات الروسية في أعوام التسعينات. الخوف كل الخوف كما عبر عنه مفكرون أوروبيون أن يكون الرجل الذي سوف يحكم أمريكا لأربع أو ربما ثماني سنوات، ما حدا بيعرف، هو في الحقيقة عميل دربته الاستخبارات الروسية وعدته ليكون رئيسا لأمريكا. يعني البعض يقول في روسيا ذلك، لكن أي انتقال سلس وسلمي ممكن أن نتوقعه للسياسة الخارجية الأمريكية إذا كان الرئيس المنتخب يكره كل ما هو قديم، يكره كل ما هو متعارف عليه في علاقات أمريكا بالدول الأخرى. هو لا يحب نظم الأحلاف التي شكلتها أمريكا بهدف حماية الدول الصديقة والمتعاونة. طبعا ترامب ألمح أكثر من مرة إلى أنه ينوي فرض نظام جديد للحماية الجمركية. يدرك ترامب بعض جماعته أنه أمريكا طرف اتفاقية التجارة الدولية وعضو متزمت في المنظمة المنبثقة عن هذه الاتفاقية، لكنه لم يخفي يوما عداءه لكل ما صنعته العولمة من سياسات وأنظمة وقوانين وعلاقات بين الدول. طبعا لم يخفي يوما نية إسقاطها ودحرها. العولمة في رأيه سبب انحدار أمريكا. هناك من يقول بأن هذه الوعود أو الدعايات الانتخابية لو دخلت حيز التنفيذ فأنها سوف تخدم مصالح روسيا التي تحلم بقيادة مرحلة من العولمة الروسية في حال انحصرت العولمة الأمريكية وتأخر دور العولمة الصينية. هناك عقول سياسية عدة حبلة بتصورات وتوهمات كبيرة وكثيرة. حكام كثيرون في أفريقيا وآسيا وصلتهم رسائل أو رسائل من ترامب شخصياً توحي بأن الإدارة الجديدة بواشنطن سوف تحمي أنظمة الحكم غير الديمقراطية في مواجهة القوى والحركات المدنية أو الديمقراطية. يعني دكتاتور جديد لكن جاي على بياض يعني وأجأر شوي. طبعا لن يكون أو لن يكون هناك أحد لا يتكلم أو لم يستطع على امتداد الحملة الانتخابية الأمريكية التوصل لتحديد واضح لسياسة ترامب تجاه الشرق الأوسط. قال كلاما واضحا بالنسبة إلى إسرائيل وهو ليس جديد في حد ذاته ولا يبشر بخير لأمريكا والدول العربية، وأيضا سمى بأنه ضد الإسلام الراديكالي كما يسميه طبعا، ويعد بحرب شرسة القضاء عليه. هناك خيبات أمل حين يعيد اكتشاف ما اكتشفه قبله باراك أوباما وزعماء روسيا وأوروبا ونعرفه نحن العرب، وهو أن لا أمل يرجى من دول أو زعمات عربية راهنة في الشرق الأوسط سوف تتحالف معه ولن تنفعه في هذا المشروع تحديدا. يعني لا نعرف طبعا كيف سيتمكن دونالد ترامب من أداء مهمات إدارة دولة عظمى كالولايات المتحدة. نصف سكانها يكرهونه ويكرههم، نصف قادة حزبه لن يسمحوا له بتغيير موقف أو مواقف الحزب السياسية الخارجية. غالبية رجال الاستخبارات ونسائها لا يثقون به ولا يثق بهم. الصحفيون اتخذوا قرارهم. هذا الرئيس لا يرتاح ولن يرتاح. الرجل أمامه صعوبات جمة والعالم أيضا، أما أمريكا
فلن تنتصر. طبعا لهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من أسبرين. كنا معكم بالهندسة الإذاعية سلام المساعدة، وبالإعداد والتقديم هادي أحمد. إلى اللقاء. ولك أنا ما قلت لكم مليون مرة اقروا ما تحلقوا، نحنا ما دخلنا ما دخلنا لك سكوت. راديو أوريان بترد الروح.